إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأراضين الذي لا عز إلا في طاعته. نسأل الله عز وجل أن نكون ممن يعتز بعزة الله، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى آتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين وصحابته الأكرمين وتابعيه وتابعي تابعيه بإحسان وتقوى إلى يوم الدين. منزلة الإحسان. الإحسان منزلة من أعظم المنازل، قال الإمام ابن القيم صاحب إعلام الموقعين ومدارج السالكين وغيرهما من المؤلفات النافعة: منزلة الإحسان جامعة لكل المنازل. وقد صدق، لأن الإحسان في أصلها اللغوي هذه الكلمة كلمة جامعة لكل خير، جامعة لمعاني الإبداع، لمعاني الجمال، لمعاني الإتقان. لذلك اشتق الله عز وجل الكثير من الأسماء من الحسن، وقد قال في آية القرآن: ولله الأسماء الحسنى وسميت حسنى لأن كل اسم يحمل في ذاته صفة. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وأمرنا الله أن نحسن في كل شيء، كما أمرنا المصطفى صلى الله عليه وسلم بالإحسان في كل شيء، وقد قال في حديثه الصحيح: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. وهذه الصيغة في هذا الحديث لا تستثني مجالا من المجالات. فما هي مجالات الإحسان؟ هي عديدة. منها المجال الأول هو مجال القصد، مجال النية، والنية هي أساس العمل، بل النية تسبق العمل، القصد. قال الله تعالى في سورة الأنعام الآية 162: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقال أيضا تثبيتا لهذه النية في سورة التوبة الآية 5 بعد 100 الأولى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم، لأنه يطلع على النيات، يعلم السر والعلن، ما خفي وما ظهر. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. المجال الثاني ومجال العبادات. أمرنا بأن نعبد الله، وعبادة الله شرف،
لا يناله إلا العباد، لقوله تعالى في سورة الذاريات الآية 56: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ونقرأ في سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. في سورة الأنبياء الآية 25: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولكن لا بد أن تكون هذه العبادة متقنة، لا بد أن تكون حسنة، ولا يكون ذلك إلا بالتزام الأركان وأداء الواجبات والمحافظة على المستحبات والمندوبات. وكلما عبد الإنسان الله بحسن كلما ارتقى في مدارج الكمال البشري. وفي حديث جبريل، حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حينما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث معروف، سأله عن الإسلام وسأله عن الإيمان ثم سأله عن الإحسان، قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، وإن لم تكن تراه فإنه يراك. جواب يشبع العقل والعاطفة، جواب مقنع. أن تعبد الله، هذا هو الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أستغفر الله لي ولكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، خاتم النبيين وإمام المرسلين. المجال الثالث الفسيح الواسع هو مجال المعاملات، وهنا الامتحان الأكبر. كلنا نمتحن في هذا المجال الوسيع الواسع الفسيح، مجال المعاملات مجال كبير، ما لا يدرك كله لا يترك جله. أذكر بعض المسائل في المعاملات كيف نحقق الإحسان. نبدأ بالإحسان الوالدين في سورة الإسراء الآية 23: ربنا قال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. امتحان كبير يمتحن فيه الأولاد، الإحسان للوالدين، ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. الامتحان الكبير في تعامل الأولاد مع الوالدين، وأمرنا بالإحسان إليهما. هذا مجال مهم ومهم جدا. المجال الثاني، نحن معاشر البشر، معاشر المؤمنين، لا يمكن أن نعمر هذه الحياة إلا بالتعايش بين الناس، لا يمكن، لا يمكن لأحدنا أن يعمر الدنيا بمفرده، يمكن. لذلك ربنا اقتضت حكمته أن نعيش جميعا، وقد قال في سورة الحجرات الآية 13 مخاطبا البشرية قاطبة: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لابد أن نجتمع وأن نلتقي وأن يسلم بعضنا على بعض. فتأتي الآية القرآنية وتقول: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. إذن القرآن يرفع من مستوياتنا لنرتقي في مدارج الإحسان. نحسن حتى في إلقاء التحية، نحسن في التعامل مع الأقارب، مع الجيران. ما زال جبريل، حديث خرجه الإمام البخاري ومسلم وغيرهما،
ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وفي حديث آخر: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. الإحسان إلى الجيران، الإحسان إلى المعلمين والأساتذة لكي لا ننسى فضلهم، لا ننسى فضل السابقين. ربنا قال: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، سورة الحشر الآية العاشرة. وفي سورة البقرة الآية 237: ولا تنسوا الفضل بينكم، لا ينسى بعضنا فضل بعض. هكذا يتحقق التعايش بيننا ونتمثل منزلة الإحسان في حياتنا الأسرية، في حياتنا الاجتماعية، في حياتنا التجارية، في حياتنا الاقتصادية، في حياتنا السياسية، في حياتنا الثقافية، في جميع مجالات الحياة. والأمر فيه امتحانات، وامتحانات محكمة دقيقة وعميقة. الإحسان أيضا في الدعوة إلى الله، ندعو إلى الله ولكن بالحسنى. ربنا قال في سورة النحل الآية 125: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. المجادلة تكون بالتي هي أحسن، والموعظة تكون حسنة. التعامل مع الحيوانات، مع الطيور، لابد أن يكون الإنسان إنسانا، أن يكون المسلم مسلما محسنا، فيحقق التناغم والتعايش مع جميع أجزاء الكون. ولا يمكن أن يحقق ذلك إلا بالإحسان، وما جزاء الإحسان إلا الإحسان. اللهم استرنا في الدنيا وفي الآخرة، اللهم خذ بأيدينا أخذ الكرام عليك، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم غير حالنا إلى أحسن حال، اللهم إنا نسألك التقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، أنت المستعان فأعنا على طاعتك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا واستقيموا يرحمكم الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها
وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.